سلام خويا الزوين الحضور ديالك اليوم. واه حضور تكريم، ما تنعتبروش تكريم، انا كنعتبره زياره لصحابي. اغلبيه الناس انا اللي كاينين صحابي، انا دوزت معهم الدورات وهذه كنظن الدوره الثانيه، وتنحضر لهم بزاف لي زيفينمون ديالهم وتنقول لهم تبارك الله عليكم. صراحة هذا حدث زوين، شي كيعطيك طاقة إيجابية وكيشحنك باش تزيد تعفي، وكيجي تتويج لواحد بزاف ديال المجهودات وواحد 17 سنة ديال المجال الإعلامي والتلفزيوني. وصراحة الالتفاتة اللي ضروري ما نلبيو لها الدعوة ونكونوا حاضرين. عليكم السلام. الوغ بالنسبه للحضور ديالي اليوم، تلقيت الدعوه بالتنسيق من عند الاعلامي سهيل الفهيم والاداره ديال المؤسسه تي ام سي باش يديروا لي تكريم في هذا الحفل هذا عندهم. تي ام سي كنعتبرها من اكبر المؤسسات اللي كاينه في المغرب واللي كاينه حتى يعني في افريقيا. اكيد انا كنتشرف انني نكون يعني مكرمه في حالات ليمسي، سورتو ملي قالوا لي بان طلاب هما اللي طلبوا الاسم ديالي باش نكون معاهم باش يتم التكريم ديالي، وهذا الشيء كنعتبره بمثابه يعني اعتراف للمجهودات اللي كنقوم بها. الحمد لله. الحضور ديالك اليوم. انا سعيد جدا انني حاضر في التكريم في ليكول ماروكين دي سيونس دانجينيور. هذا شرف كبير ليا، وبالاخص من هذه المدرسه اللي كان يمكن لها واحد الاحترام واحد الحب كبير منذ سنوات، بالضبط من سنه 1986. اش غادي نقول لك، انا جيت سعيد بهذا التكريم وصافي. الحضور ديالي ولبيت دعوه ديال التكريم من ليمسي، انا جيت سعيد بهذا التكريم هذا، فرحان نكون حاضر معهم اليوم. رجعت لبس السنه الماضيه خديت الماستر، كنتمنى عقبال الدكتوره ان شاء الله كيشهيونا نكمل القرايه ديالي. فانا جيت سعيد وكنشكر الناس على الثقه ديالهم والطلبه على الدعوه هذه.